الطالب ايمن المشوخي. احنا اجينا على الكليه الجامعيه للعلوم التطبيقيه عشان نوضح مشاريعنا. اول مشروع كان الوسائل التعليميه، ثاني مشروع اللي هو تدوير النفايات. طبعا الكليه الجامعيه ساعدتنا انه احنا نبتكر مشاريع جديده ونوضحها قدام الجميع ونستفيد منها بحياتنا اليوميه. أنا الطالب خميس عبد السلام سلامة من مدرسة دوحة بالي البنين من محافظة رفح. طبعا عملت أنا وصديقي نور عليان مشروع مقياس المطر، وهو يعني باختصار بقيس كمية المطر الهاطلة على مكان محدد، كمية دقيقة جدا خالية من نسبة الخطأ. ويعني شفنا الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وتعرفنا عليها، بصراحة هي يعني كلية رائعة جدا، وأنا بنصح أي شاب يعني على في توجيهي على إنه يسجل فيها.